واليوم التنين مثل ما معوديكم به هالفقرة أيضا بتطل علينا تينا رزق الله مديرة مكتب شكاوى مياه بيروت وجبل لبنان. بونجور تينا. بونجور. يعطيك العافية. وانتو كمان. في عندي شكوى وصلتني هلأ من مزرعة يشوع شارع الحريق بناية شحاد يونس، لا يوجد مياه منذ 6 أيام. تبين خلي يحكونا وناخد الكوردونات تبعهم ومنوصلها يعني. أوكي يحكوا. أكيد ما في على نطاق منطقة. نعم لا يبدو أنه حي أو شارع. محصور. أوكي. شو عندنا جديد لهذا الأسبوع؟ إجمالا كل شيء منيح بالتوزيع ما عدا بسبب قلة الكهرباء عم نتأثر بالتوزيع. يعني في عنا مناطق بقنية مزهر المشروع الماروني الدكويني عم تجي الكهرباء كتير قليل. نعم. هلا اكيد العالم بده يقولوا عندهم مطر. نعم. اكيد عندنا مولدات كهرباء، بس كمان مولدات الكهرباء على كثره الاستعمال بتتعب وبدها صيانه وايام تنتزع وبدها مازوت، يعني قصتها كبيره. مشان هيك اذا خفت المي وخف التوزيع ما يتعبوا علينا، نحن بالموجود عم نشتغل. بالموجود عم نجود. 100% يعني عم نعمل 60% وعم نعمل الماكسيموم. نعم. بس كلنا بلبنان وكلنا بنعرف الاوضاع، يعني مؤسسه مياه بيروت منا خارج هالدوله، يعني عندها ذات المعايير تبع الكهرباء والمازوت وكل هالقصص هيدي. بقى بتمنى من العالم يتفهموا علينا اذا بنقول لهم في عندنا بروبلم ما يقولوا ايه كل سنه بتخترعوا اشياء ما عم نخترع. اكيد هيدا كلنا عايشين بهالوطن وبنعرف الظروف كلها. نعم لكن قبل ما تتابعي كمان بس نذكر منطقة اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي، مزرعة يشوع، الاتصال على 1713 لحل هذا الموضوع. وفي عنا إلك كلمتين من طوني فرح من مجد المعوش يلي حللتون قصتهم الأسبوع الماضي بشكل سريع، بيقول طلت تينا رزق الله بتسوى هالدنيا كلها، تطلبها بتلاقيها النخوة شعلانة فيها وبالخدمة عم تتجلى. هيدا الكلام نحن من القلب طالع. كثير عن جد انا كثير بنبسط هيك يكون المواطن حدنا وعم يعطيني هيك معنويات لإلي شخصيا. انا بحبك كثير وانا عن جد يعني بخدمه الكل وكثير ما بتقصري. يعطيك الف عافيه تينا. انتم كل العاملين بمكتب شكاوى مياه بيروت وجبل لبنان، واكيد ما خلصت، يمكن خلصت تينا او بعد في شيء. خلصت تينا؟ خلصتي؟ لا بعد في. تفضلي. بدي ارجع اطلب من المواطنين بليز نحن بنتمنى عليهم اللي بيقدر يدفع يدفع لانه المؤسسه تستمر. نحن بحاجه انه هن يستمروا يوقفوا حدنا. صحيح. المي ما في ابدا بديل عنا ونحن متفانين للمواطن ومع المواطن وعم نحس معه، بس هو كمان بليز اللي بيقدر يدفع ويقوم بواجباته في تقسيط في تسليك ما يقصر. حدا بعت لي هلا عم بيقول انه على الاونلاين ما عم بيقدروا يفوتوا على اليوزر نيم والباسورد للويب سايت عندكم. يحكونا عم نساعد الكل، ما في حدا الا لكن اطلبون على 1713 الشخص اللي بعت لي هلا مشان يدفعوا، قال حابين يدفعوا ما عم بيقدروا يفوتوا على الاونلاين على 1713 وانتم بتحلوا لهم القصه. اكيد بدنا اقول لك يعطيك العافيه انت وكل فريق العمل بمصلحه مياه بيروت وجبل لبنان. ميرسي لك تينا، بنشوفك نهار الخميس.